لذلك أنا بأناشد علماء مصر والناس اللي مسؤولين عن هذا الأمر والناس اللي بتفهم في هذه الأمور واللي يقدروا يتنبأوا بمثل هذه الأشياء إن هم يبصوا في هذه الحالة المأساوية التي حدثت ونأخذ منها عظة وعبرة، نأخذ منها عظة وعبرة، لأنه هذه المأساة كان يمكن أن تكون على الأراضي المصرية. يعني إحنا هذا أمر كنا عارفين أنه كان قريبا من مصر وكان ممكن أن يصل إلى السواحل المصرية. فأرجوكم يعني نريد أن نعالج هذا الأمر بشكل علمي بحت. معانا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ عمرو، وأهلا بكل السادة المشاهدين. هذا الإعصار وهذه الظواهر الجوية مصر ممكن تكون معرضة ليها، لأن احنا كنا عارفين أنه هذا الأمر كان جاي أيضا لمصر. هي طبعا العاصفة دانيال اللي ضربت الجمهورية الليبية هي كانت موجودة كمان في بعض الدول الأوروبية، موجودة في دول حوض البحر المتوسط. يعني قبل ما تيجي الجمهورية الليبية كانت في اليونان وفي بلغاريا وبعض المناطق كمان من تركيا. المنخفض الجوي تعمق بشكل كبير بسبب وجوده على البحر المتوسط، والدرجات الحرارة المرتفعة بالشكل الكبير على البحر المتوسط هي اللي أدت لتعمق المنخفض الجوي وتحوله إلى عاصفة، وطبعا سميت بالعاصفة دانيال. فالاحترار العالمي أو اللي موجود في كل دول العالم ومن ضمنها جمهورية مصر العربية ودول حوض البحر المتوسط كلهم معرضين لحالات من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اللي ممكن تبقى معاها ظواهر جوية عنيفة. يعني احنا وارد ان احنا نتأثر بحالات عدم استقرار في الأحوال الجوية وتكون حالات جوية عنيفة بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية وبسبب وجود ظاهرة النيجو خلال هذا العام. طب بمناسبة هذا الأمر، أنا قرأت إن إحنا ممكن نكون معرضين لحاجة اسمها عاصفة التنين. في حاجة فعلا اسمها عاصفة التنين ولا ده كلام بس بتاع السوشيال ميديا؟ لا ده كلام غلط تماما، لأن إحنا منخفض التنين وده طبعا سمي إعلاميا بمنخفض التنين اتعرضنا له في 12 مارس 2020. يعني دي حالة جوية قديمة في سنة 2020، دي كانت حالة قوية جدا من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. احنا مش معرضين لها في يعني التنبؤات القريبة او المتوسطة، يعني على مدار الايام المقبلة ما فيش اي ظواهر جوية عنيفة ممكن تأثر على جمهورية مصر العربية. لكن احنا داخلين على فصل الخريف، فصل الخريف هيستمر معنا 3 اشهر، وارد جدا يكون في حالات من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجوية ويكون معاها نوبات طقس جامحة بسبب التغيرات المناخية. ده اللي احنا هنأكد عليه، يعني وارد ان احنا في حالات عدم الاستقرار تكون حالات جوية عنيفة بشكل كبير وانخفاضات جوية متعمقة بشكل كبير. لكن منخفض التنين احنا تعرضنا له خلاص من 3 سنين تقريبا وكانت حالة جوية جديدة جدا، لكن في الأيام المقبلة احنا هنشهد استقرار تام في الأحوال الجوية الحمد لله. يعني على مدار 10 أيام الجايين جمهورية مصر العربية فيها استقرار في الأحوال الجوية، درجات الحرارة فيها حول المعدلات الطبيعية، مفيش أي ظواهر جوية ممكن تأثر على أي أعمال أنشطة يومية أو ممكن تسبب أي أضرار بإذن الله. الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بشكرك شكرا جزيلا. إن شاء الله ربنا يعني يسلم.